إليكم في هذا الفيديو تفاصيل زلزال أفغانستان وتوقعات العالم الهولندي للأيام القادمة. في خبر عاجل، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في غرب أفغانستان إلى أكثر من 2000 قتيل. الزلزال تسبب في هزات ارتدادية قوية وتسبب في وفاة 2053 شخصاً وإصابة 9240 آخرين، كما تضرر 1320 منزلاً وتدمر بشكل جزئي أو كلي. وفي سياق آخر، حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من سلسلة زلازل مدمرة قادمة تستمر لعدة أيام. أشار هوغربيتس إلى وجود هندسة كوكبية حرجة بين 11 والثانية عشر أكتوبر قد تؤدي إلى زيادة في نشاط الزلازل، ومن المتوقع أن تكون الفترة من 13 إلى 16 في أكتوبر حساسة للزلازل. يجدر بالذكر إن هذا الارتفاع في النشاط الزلزالي ليس بسبب الكسوف، وإنما بسبب تواجد الكواكب في ترتيب معين قبل 2 إلى 3 أيام. وفيما يتعلق في زلزال أفغانستان، فقد ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة منطقة تبعد حوالي 35 كيلومترا شمال غربي هرات، وتسبب الزلزال في خسائر كبيرة وأضرار جسيمة. وفي نهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا جزيلا.